بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. احنا في حلقتنا النهاردة هنبدأ نشرح أمثلة وأسئلة مهمة جدا جدا بتيجي في الامتحانات، وهنشوف هنحلها ازاي على الانرجي والويف لينث والفريكوانسي، وهنشرح كمان الكاينيتيك انرجي. جاهزين مستعدين نركز مع بعض؟ ويلا بينا نبتدي. تعال نشوف الاكسرسايز ده على الانرجي اوف ووتر. بيقول لي ايه الاكسرسايز؟ بيقول لي كالكوليت ذا انرجي، عايز يحسب الانرجي بالجولز لايه؟ لفوتون، ومديني الويف لينث. الويف لينث بيقول لي الرقم ده اللي هو 5 ملتبلاي كام؟ 10 باور 4، 5 في 10 اس ايه؟ 4 نانومتر. واحد يقول الموضوع صعب، طب انا اجيبه ازاي؟ مش مديني غير بس الويف لينث. اقول لا، تعال نرجع لقانوننا. في قانون بيقول ايه بقى؟ بيقول لي نوت ان الانرجي بتساوي اتش في الفريكوانسي اللي هي الميو. طب الاتش هي عباره عن ايه؟ الاتش اللي هي بلانك كونستانت. فاكرين ماكس بلانك طلع لي كونستانت وطلع لي الرقم ده عشان نستخدمه في حل ايه؟ مسائل الانرجي. قال لي 6.622 ملتبلاي كام؟ 10 باور ايه؟ ماينس 34 جول على ايه؟ على السكند. طب انا عندي دلوقتي ايه؟ الاتش. طب انا هجيب الفريكوانسي ازاي؟ الله، انا مدي لي الويف لينث. تعالوا نرجع للمثلث اللي احنا كنا رسمناه. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي لو اذا حبيت تجيب الفريكوانسي يبقى هنعمل ايه؟ نقسم السي على ايه؟ على اللامدا. طب احنا عارفين ايه؟ ان السي اللي هو السبيد اوف لايت، وعندي كونستانت، يبقى انا ايه؟ هروح اقسمه على الويف لينث اللي هو مدهاني. تعالوا مباشر، تعالوا نحط هنا اهو، يبقى الانرجي هتساوي ايه؟ ماكس بلانك كونستانت في ايه؟ السي على اللامدا. تعال نحط ارقامنا. يبقى هنا هو اول حاجه الاتش بكام؟ ده بلانك كونستانت اللي هو ده، وبعد كده عندي السبيد اوف لايت كام؟ اللي هو الرقم ده، على كام؟ اللي هو الفريكوانسي مديهوني فوق، ومديهوني خلي بالك بكام؟ بالنانومتر. عشان نحوله المتر هنعمل ايه؟ هنضربه او نعمله ملتبلاي كام؟ في 10 اس ايه؟ ناقص 9، 10 باور ماينس 9 على الميتر. تعالوا بقى هنا ايه؟ هنشيل الميتر مع الميتر، ادي الميتر اهو مع الميتر ده، ونشيل السكند مع السكند، ونجيب الكالكوليتر ونحسبها مع بعض. جبنا الكالكوليتر، حد حسبها؟ ها؟ طلعت صح ولا غلط؟ هتطلع لي كده، اللي حسبها معايا كده هتطلع لي بالشكل ده. يبقى كام؟ 3.98 في كام؟ 10 باور كام؟ ماينس 21 جول على ايه؟ فوت. سهله ولا مش سهله؟ فش اي حاجه خالص، بسيطه جدا. تعالوا نشوف الاكسرسايز ده بيقول لي ايه. بيقول لي ان كان في عنده هيدروجين اتوم. الهيدروجين اتوم ديت اثناء انتقال الكترون من الN ستيت الN5 الى الN2 حصل ايه؟ ان طلع لي فوتون. الفوتون ده اثناء الانتقال عايز يعرف الويف لينث للفوتون، يبقى انا عايز اعرف ايه؟ اللامدا. لما اتنقل الالكترون من الN5 الى ايه؟ الN2. طب تعال نشوف هنعرف ازاي. طبعا هنا ايه بيقول لي؟ بالنانومترز. نخلي بالنا الناتج في الاخر مش بالميتر، بالنانومتر. طب تعال نحلها مع بعض. تعال نتصور الاكسرسايز عامل ازاي. فاكرين مع بعض بور اتوم؟ بور لما قال لي ان الالكترون بيدور حوالين اوربت، في حوالين نيوكلس، في اوربتس محدده وهو كوانتايزد كمان، اقدر اقيسه واحدد كميته. تعال نرجع للموضوع ده. هنتصور الى ان ده الهيدروجين اتوم. الهيدروجين اتوم عندي ده، الاوربتس موجودين من ال N2 الى ال N6، طبعا ده تمثيل. هنا ال N5 اللي كان بيقول لي عليه اتنقل منه، نزل لي الى ال N2. هذا الالكترون موجود في ال N state، في ال 5 state، واتنقل الى ايه؟ ال 2 state، من الاوربت 5 الى الاوربت 2. اثناء انتقاله ده طلع على ايه؟ فوتونز. الفوتون اللي طالع ده، او الفوتونز اللي طالع ديت، عايز يعرف الويف لينث. لا، الويف لينث طبعا عندي لو رجعنا لقوانيننا، الويف لينث بتساوي لامدا بتساوي اتش سي على ايه؟ الدلتا اي. طب الاتش اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ بلانك كونستانت زي ما احنا عارفين، والسي اللي هو السبيد اوف لايت. يبقى انا محتاج اجيب ايه؟ الدلتا اي. طب الدلتا اي نرجع كده، فاكرين لما كنا طلعنا قوانين الدلتا اي؟ ايوه، بتساوي ايه؟ الدلتا اي بتساوي ريبر كونستانت
في 1 على n initial ناقص كام؟ 1 على n final. وعارفين ان الريبر كونستانت بيساوي ايه اللي هو الرقم ده، لابد ان احفظه. لو 2.18 في كام؟ 10 power minus 16. تعالوا نعوض في الارقام عندي هنا، يبقى الدلتا ايه بتساوي ايه؟ ايوه، يبقى هو الريبر كونستانت 2.18 في 10 power minus 16 جول في كام؟ 1 على 5 square ناقص كام؟ 1 على 2 square. تعالوا نجيب الكالكوليتر نحسبها مع بعض. ايوه طلع كام؟ ايوه طلعت لي كده. طب نلاحظ عندي هنا وقت ايه الرقم ده طلع لي ايه بالماينس. احنا في الطاقة بنشيل الماينس خالص او بنعمل اشارة، ملناش دعوة بالاشارة، بناخد بس الرقم اللي عندي ده. طب تعالوا نكمل ماشيين مع بعض ولا في حاجة؟ الموضوع سهل مفهوش اي حاجة. تعالوا هنا هو من قانوننا اللي كنا قلنا عليه ان الدلتا ايه احنا جبناها خلاص، تعال بقى نعوض في الارقام اللي باقي. نجيب اللامدا. اللامدا بيقول لي ايه؟ ادي الاتش هو بلانك كونستانت في كام؟ اللي هو السي اللي هو السبيد اوف لايت. السبيد اوف لايت 6.63 10 باور ماينس 34 جول على السكند. هنشيل السكند مع السكند هنا والجول مع الجول، ونجيب الكالكوليتر ونضربها مره واحده. ايوه طلعت معانا مظبوطه، تطلع للرقم ده. الرقم ده هو اللي هو 4.34 multiply 10 minus كام؟ minus 7 متر. هو انطلبها فاكرين في الاكسرسايز بايه؟ بالنانومتر. هنعمل ايه؟ هنحولها من متر الى نانومتر، يعني هنضرب في كام؟ في 10 power 9. لو جبنا الكالكوليتر وحسبناها تطلع لي كام؟ 434 نانومتر. وتعالوا نشوف الاكسرسايز اللي معنا ده. على فكرة الاكسرسايز ده للناس اللي بتحب الرياضة، وخاصة الناس اللي بتحب التنس. بيقول لي ايه هنا هو؟ بيقول لي في عندي كرة تنس. كرة التنس ديت وليكن في لاعب رمى كرة التنس بالمضرب، وليكن مثلا جون ماكنرو ده اللي اعرفه، اللي هو ايه اشهر واحد يمكن ايه انا اعرفه بيلعب تنس. لما رمى كرة التنس كانت سرعتها كام؟ اللي هي 68 متر بير سكند، سرعة عالية. طب وزنها كان كام؟ مديني الماس. الماس بيقول لي كام؟ اللي هو 6.0 في كام؟ 10 باور اي ماينس 2. طبعا ناخد بالنا ان الحاجه لما بتزيد سرعتها بتخف وزنها. يعني لو انت مثلا سايق سياره على الارض وبدات تزود 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 في السرعه، هتلاقي يبدا وزنها يخف على الارض وممكن ايه ما تفقد السيطرة عليه. فعشان كده بنحذر كتير جدا من الشباب اللي بيسوقوا بسرعة ان هو هيبدأ يخف السرعة، لان بتزيد السرعة معاك فبالتالي ممكن تفقد السيطرة على السيارة. نرجع للإكسرسايز ونشوف ايه جون ماكنرو رمى كرة التنس ازاي. نشوف بقى الحل هنا ايه. الحل طبعا هو بيقول لي ايه، انا عايز الويف لينث. الويف لينث بيساوي ايه؟ تعال نشوف هنا القانون اللي كنا خدناه قبل كده، وقلنا ان الويف لينث اللي هي اللامدا بتساوي ايه؟ اتش اللي هو ايه؟ بلانك كونستانت. وعارفينه كلنا على ايه؟ الام يو. طب الام اللي هي ايه؟ الماس، ومدهاني فوقها مديني الماس، وبيديني كمان ايه؟ بيقول لي في اليو، اليو اللي هي ايه؟ السبيد، ومديني السبيد. تعال نعوض تعويض مباشر ما فيهوش اي حاجه عام. تعال نحط الارقام عندي، يبقى هنا اللامدا بتساوي ايه؟ انا بلانك كونستانت اللي احنا حافظينه كلنا الرقم ده على كام؟ الام. الام هنا اللي اسمها كان مديهولي فوق كام؟ 6.010 كام او مالتبلاي 10 باور اي ماينس 2 كيلوغرام في كام؟ اللي هي 68 متر بير سكند. تعالوا نجيب الكالكوليتر ونحسبها تطلع لي كام؟ ايوه هتطلع لي الرقم ده 1.6 باور كام؟ مالتبلاي 10 اي باور ماينس 34 متر. الاكسرسايز بيقول لي ايه؟ بيقول لي كالكوليت ذا ويف لينث. عايز يعرف الويف لينث للنيوترون اللي كان في الليست اللي هو سرعته او عنده سرعه كام؟ 300 سنتيمتر على كام؟ على السكند. طيب بيقول لي كمان ان الماس للنيوترون كان كام؟ 1.675 ملتبلاي كام؟ 10 باور 27. طب تعال نشوف القانون عندي. فاكرين القانون كان بيقول لي ايه؟ ان الويف لينث اللي هي اللامدا بتساوي الاتش اللي هي بلانك كونستانت على الام يو. طب كل ده موجود عندي، تعال نعوض تعويض مباشر. هنحط رقم عندي البلانك كونستانت اللي انا خلاص دلوقتي اعتقد حفظناه وما نقدرش ننساه، استغلناه كتير بلانك كونستانت.
على كم؟ اللي هي الماس. هذا الماس اللي هو 1.67 الرقم اللي عندنا الماس. في كم؟ اللي هي 300. طب انا تعاملاتي كلها مدهاني في الاكسرسايز ايه؟ ب 300 سنتيمتر على السكند. قبل ما نحط الرقم هنحولها من سنتيمتر الى ايه؟ متر. فهنضربها في كم؟ او هنقسمها سرعة على كم؟ على 100. يبقى هنحولنا من سنتيمتر الى متر. تعال نجيب الكالكوليتر مع بعض ونحسبها. ها حسبناها طلعت معايا كام؟ هتطلع على الرقم ده. يبقى 1.319 multiply كام؟ 10 power minus 7 بالمتر. هنحولها الى نانومتر. هنعملها في ايه؟ ايوه هنضربها في كام؟ في 10 power 9. تعالوا نحسبها مع بعض تطلع لي كام؟ 132 نانومتر. تعالوا نشوف الكاينيتيك انرجي اوف ايجكتد الكترونز. هنفترض ان انا عندي الكترون، الالكترون ده رميته. حد يقول لنا هرمي الالكترون ازاي؟ بلاش يا سيدي الالكترون نرميه. هنفترض ان انا عندي كره كده، الكره ديت نططتها على الارض، الكره ديت بدات نتيجه الحركه عندي قاعده تطلع فوق وتنزل تحت نتيجه الحركه، ودي بيسموه ايه؟ الكاينيتيك انرجي. فاحنا دلوقتي اللي هو البوتنشال انرجي احنا مش عايزينه الوقت، لكن اللي يهمنا نتيجة الحركة ديت. في عندي حاجة اسمها ايه؟ كاينيتيك انرجي. انا عايز احسب بقى الكاينيتيك انرجي ديت نتيجة الحركة. نعرف الاول الكاينيتيك انرجي. بيقول لي ان الكاينيتيك انرجي ايه؟ is the energy an object has because of its ايه؟ motion. نتيجة ايه؟ حركته. طب نطلع بقانون ايه؟ او طلعوا لنا القانون ده. القانون ده بيقول لي ايه اللي هنحل بيه الكاينيتيك انرجي؟ بيقول لي ان الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه؟ ال H اللي هو بلانك كونستانت في ايه؟ الميو اللي هي الايه؟ الفريكوانسي ماينس ايه؟ الورك ان جولز. وده القانون اللي هنحل بيه المسائل بعد كده. وتعالوا نشوف اكسرسايز على الكاينيتيك انرجي. بيقول لي ايه في الاكسرسايز ده؟ بيقول لي ان الورك فانكشن اللي هو W للسيزيوم متر. طبعا السيزيوم متر ده بيستخدموه في ايه؟ في مركبات الفضاء، بيستخدموه في مضاعفات الضوء، حاجات من ديت له استخدامات يعني. فبقول ان الورك فانكشن W اثناء التعامل مع الميتال ده اللي هو السيزيوم كان كام؟ اللي هي 3.42 ملتبلاي كام؟ 10 باور ماينس 19. عايز يحسب الكاينيتيك انرجي للاجكتد الكترون. طردنا طبعا الكترون او طلع الكترون، وكانت اللايت فريكوانسي، الفريكوانسي عندي كان كام؟ اللي هي 1 ملتبلاي 10 باور كام؟ 15 اس ماينس 1 سكند ماينس 1. طب نشوف الحل هيبقى ازاي. فاكرين الكاينيتيك انرجي؟ قلنا ان الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه؟ ال H اللي هي بلانك كونستانت في الفريكوانسي ماينس كام؟ الورك. تعالوا نعوض تعويض مباشر. يبقى الكاينيتيك انرجي بتساوي ايه؟ انا بلانك كونستانت حفظناه كلنا، مفيش اي حاجه فيه، في الفريكوانسي مديها لي فوق اهي ادي الفريكوانسي ماينس كام؟ اللي هي الورك عندي اللي هو كان كام؟ عوضناها اهو ادي الورك نزلناه حطيناه مكانه اللي هي 3.42 ملتبلاي كام؟ 10 باور ماينس 19 جول. تعال نجيب الكالكوليتر ونحسبها مع بعض. طلعت معانا طلعت كام؟ طلعت الرقم ده اللي هتبقى 3.21 ملتبلاي كام؟ 10 باور ماينس 19 جول. وفي نهاية حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد، واذا حسيت ان في استفادة من المعلومة ما تنساش تعمل لايك وشير. خليك كريم وتبخلش على غيرك بالمعلومة.